بالرقاق، ايه رايكم؟ تتفرد كده تبقى رقيقه، عشان ما تبقاش لما تعملوها في الصينيه واللحمه المفرومه او باي حشوه انتوا عايزينها ما تبقاش مجلده. ونروح نسويها على البوتاجاز، نحط الصينيه تبقى مقلوبه كده او طاسه ونسويها على البوتاجاز من فوق ان شاء الله. كده حبايبي تنخدها من الدقيق عشان ايه ما تتحرقش، بعد ما تخلص كده بصوا ما شاء الله، بص الترقيه بتاعتها، بصوا عامله ازاي، رقيقه رقيقه. هروح احطها على البوتاجاز. كده يا حبايبي لازم النار تبقى واطيه عليه، ما تعلوش النار على الاخر، وتقلبه فيه كده هيبقى مقرمش كده عشان اسمه رواق ناشف. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. بص الجمال بتاع الرواق، بص عامل ازاي، بص الحلاوه، بص عامل ازاي من كتر البيض بتاع الرقاق. حطلكوا ايه طماطم كده عشان تبين لكم الرقاق. كده حبايبي هما شوية ملح وشوية مية وكوبايتين دقيق، ويطلع رقاق في منتهى الحلاوة ما شاء الله تبارك الله، حاجة في منتهى الحلاوة. يلا اعملوا بقى الرقاق كده وقولوا لي في الكومنتات، وكل سنه وانتم طيبين وعدها عليكم وعلينا بألف خير.